مشاهدينا الأعزاء عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليوميير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي. وبداية نتقدم بأحر مشاعر التعزية والمواساة من حضرة صاحب الجلالة الملكي عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومن كافة الأجهزة الأمنية وذوي الشهداء البواسل الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ضارعين لله القدير أن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين، داعين لوطننا الأردن أن يبقى واحة للأمن والأمان والاستقرار. ونبدأ بأبرز العناوين.